إنها أيام عظيمة سرعان ما تنقضي، لكن الموفق من عباد الله من يسارع لاغتنامها ويبادر للمنافسة فيها، فلا يفوت على نفسه فضلها وشرفها ورفيع مكانتها. فإن الصلاة فيها ليست كالصلاة في غيرها، والصدقة فيها ليست كالصدقة في غيرها، وذكر الله جل وعلا فيها ليس كذكره في غيرها، لما لها من عظيم الشرف ورفيع المكانة، وأنها أحب أيام العمل الصالح إلى الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون، ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن الناصح لنفسه أن يعرف أولا عظيم قدرها ورفيع مكانتها عند الله عز وجل، ثم ثانيا يتوكل على الله ويستمد منه العون ويستمنح منه التوفيق جل في علاه أن يغنم خيرات هذه العشر العظيمة وبركاته الجسيمة. ثم من بعد ذلك يجاهد نفسه مجاهدة تامة على اغتنامها وانتهاز فرصتها الثمينة. والله جل في علاه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.